أحسن الله إليكم. علي محمد يقول: صلينا على جنازة في مسجد المستشفى، ولما وصلنا إلى المقبرة صلى الناس على الجنازة مرة ثانية فصليت معهم، فهل يجوز ذلك؟ الجواز يجوز، لأن هذا في زيادة خير وزيادة دعاء، ولكن الأولى ألا تكرر الصلاة عليه، لا تكرر الصلاة عليه، تدعو لها بدون صلاة، تستغفر لها وتدعو لها بدون صلاة. نعم.